السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا اليوم نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وهي كريم بنزيما. قبل لا نبداو ماذا بكم بارطاجوا، اعطونا لايك وبارطاجوا واعطونا لي كومونتير الراي تاعكم. هذه النجم الاتحاد السعودي جدة كريم بنزيما يدفع ثمن قرار الغياب، يعني القرار الغريب غاليا، يعني من قراره الغريب يعني والغياب تاعو بدون يعني ما عدا سبب. حاليا وين دفع كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد السعودي ثمن اغلاقه لحسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام غاليا، وفقد صدارة لاعبي الفرنسيين أكثر متابعة في السوشيال ميديا لمصلحة النجم الآخر. يعني بنزيما كان مع الريال وكان على بالك بنزيما وين حط مهدي شامبيوني، بنزيما حط مهدي شون حط مهدي كل لعب كوب دي موند، بنزيما الألقاب قاعد داهم مع ريال مدريد الألقاب، هو طلع من ليون. ليون كانت تقطع خويا، ليون كانت شكون اللي كان يربح؟ ليون كي جا من ليون راح للفينك، ليون فين كان عندها اسم سي محمد، كان وزن ثقيل ليون، شحال كان داير الشامبيون في ذاك الوقت من بين بنزيما بين يعني وراح استيلا ولا راح ريال مدريد ولا وزيد ولعب كوب دي موند 2010 ما راحوش، شالهم ذاك دومينيك هذاك، وزاد 2014 صح راح سكر دو فينال خسر مع الالمان، 2018 ما راحش، 2020 فماك هدا 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 اخر هذاك كيسموه هذا ديشون هذا. هذه هي. وقام كريم بنزيما صاحب 36 عام مطلع العام الحالي 2024 باغلاق حسابه في الانستغرام، وذلك في خطوه اثرت استغلال متتبعيه ودفعتهم لطرح الاسئله حول اسباب اتخاذه هذا القرار، خاصه انه جاء بالتزامن مع مرور مسيرته مع ناديه الاتحاد السعودي خلال الاسابيع الاخيره ببعض التقلبات. وكانت التقارير الاعلاميه السعوديه والاوروبيه قد تحدثت عن دخول كريم بنزيما في مشاكل مع العميل، وأشار البعض منهم إلى توتر علاقته مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو، يعني وزادت حدة هذه الأخبار بعد غياب اللاعب عن معسكر فريقه في الإمارات العربية المتحدة وعدم مشاركته في المباريات أمام الطاهي ضمن الدوري السعودي وضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين وأمام يعني نادي أوزباكي ضمن الدور ابطال اسيا. شو كيفاش لعاب لاعبين ما تنجمش تعرف عقليتهم، الله ما تنجمو كاع. كريم بنزيما تخلى عن الصدارة لفائدة مبابي، وأكد الموقع سبور الفرنسي أن قرار كريم بنزيما بإغلاق حسابه في الانستغرام لعدة أسابيع خلال بداية العام الحالي أدى إلى فقدانه صدارة اللاعبين الفرنسيين الأكثر متابعة عبر المواقع التواصل الاجتماعي لفائدة امبابي نجم نادي باريس سان جيرمان يعني الفرنسي. وأوضحت المصادر ذاتها أن امبابي أصبح اللاعب الفرنسي الأكثر متابعة في السوشيال ميديا، يعني شو كيفاش عبر منصة الفيسبوك الانستغرام الاكس تي تيك توك واليوتيوب، يعني بينما تراجع الحكومة بنزيما إلى المرتبة الثانية من 143. وأوضحت المواقع نفسها أن بول بوغبا لاعب نادي جوفنتوس الإيطالي يحتل المركز الثالث في قائمة النجوم الفرنسيين الذين يحظون بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. للإشارة فإن بنزيما خاض خلال موسم هذا يعني 2023-2024 يعني 20 مباراة مع نادي الاتحاد، واستطاع تسجيل 12 هدف وتقديم 5 تمريرات حاسمة، أي أنه نجح في قيام ب 17 إسهام تهديفي ضد جميع البطولات. ويمتد عقد كريم بنزيما
مع نمور الاتحاد إلى غاية الصيف 2026، وذلك بموازاة مع انتشار تقرير إعلامي تحدثت عن إمكانية رحيله عن الدوري السعودي والعودة للعب في الدور في الدوريات الأوروبية من جديد. وذهبت بعض التقارير إلى حد إشارة إلى إمكانية عودته إلى فريقه السابق ريال مدريد. يا ودي ريال مدريد ما نعرف ماشي صعيبة ريال مدريد بصح ما واحد ماشي صعيبة عليه، وخلى المكانة تاعو مفتوحة. هذه وزيد فانك كريم بنزيما، وين تلقى كريم بنزيما نجم فريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أنباء سيئة من قبل الحكومة الفرنسية جراء الشكاوي التي قدمها لإسقاط التهمة التي تلاحقه. وتعادل الفريق الأول صاع كرة القدم بنادي العميد مع نظيره أوزباكي بدون أهداف في الذهاب الدور الثمانيائي من دور أبطال آسيا، وكان الفريق الجداوي قد تأهل إلى الدور 16 من بطولة الدور أبطال آسيا بعد تزعم الصدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، بينما تأهل أوزباكي وصيف للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة. وفي الوقت سابق تام وزير الداخلية الفرنسي جيران مهاجم الاتحاد بانتمائه لأحد التنظيمات السياسية جماعة الإخوان، حيث قال: نعلم جميعا عن علاقة السيد كريم سيئة السمعة مع جماعة الإخوان. رفض الشكاوي كريم بنزيما من القضاء الفرنسي، وقررت الحكومة المحكمة العدل الفرنسي المسؤولة عن إصدار القرار في قاضي والتي تخص مسؤولين في فرنسا. رفضت دعوة كريم ضد وزارة الداخلية، وقالت المحكمة في بيانها: كأساس لقرارها لاحظت لجنة الطلبات أن الشكاوي السيد بنزيما تتعلق بتعليقات لا تنسب إليه، أي حقائق من شأنها أن تمس بشرفه أو سمعته، وعمل لمادة 14 من قانون أساسي يعني المؤرخ في 23 نوفمبر 1993 المتعلق بمحكمة العدل الجمهورية. وأضافت صدر هذا القرار عن لجنة الطلبات المكونة من 3 قضاة من مقر محكمة العدل وولايتين مستشارتين و2 من كبار مستشارين ديوان المحاسبة، وهو قرار غير قابل لأي تنافس. هذه ما يعطوك الحق، تبقى أجنبي، زدت فمك ما زدت فمك جزائري افريقي ماشي جزائري. انا نقول لك عاودي حسب روحك باللي فرنسي هذه يعني كاع الناس كاع يعني كاع ما كاش راك واحد منا ولا كاع يعني تحسب روحك باللي فرنسي ولا لا ماكش ما راكش فرنسي، تعتبر عندهم افريقي. هذه هي باش يكون على بالكم جماعه، يعني تشوف روحك افريقي باش تعرفوا روحكم افارقة. يعطوكش الحق مهما كان المستوى تاعك. زين الدين زيدان كي ماركي، زين الدين زيدان مين يماركي؟ يقول لك زيزو، وكيما يماركيش وتخسر فرنسا يقول لك زين الدين زيدان. انا نقول انا خويا كي تماركي راك زيدان زيزو، وكيما تماركيش زين الدين زيدان. هو كيما يقول لك كيما يدير لك هذه باش يكون على بالكم جماعة.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.